أن ثورة يعتقلون رموزها وقادتها وعلماؤها وشبابها مطاردين. نقول لكم أيها الصعاليق كما قالت السيدة زينب: هيهات أن تمحي ذكر هذا الثورة وأن تمحي ذكر هذا الخط المقاوم الذي صمد في وجه الطغاة. ونقولها كما قالها الإمام الحسين: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.